كما توجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتحية إلى الرئيس السيسي لجهوده في دعم القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول الأوضاع في الأراضي المحتلة، حيث أشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أهمية العمل المتواصل مع المؤسسات الفلسطينية لتسهيل توصيل المساعدات. هذا وأشادت جامعة الدول العربية بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية الحقيقة يجب أن تشكر على ما بذلت من جهود مضنية في استقبال المساعدات ومحاولة إيصالها، لا يصلونها إلا أقل القليل في الوقت الحاضر، وهو لا يكفي لشعب بأكمله تحت الحصار وتحت القصف. ولكن الحقيقة هناك اشتراطات تعجيزية لإدخال هذه المساعدات من الجانب الآخر، وبكل أسف وهذا انتهاكا آخر للقانون الدولي الإنساني. كما أن إرسال إشعارات من السلطات الإسرائيلية أو من القوات الإسرائيلية إلى المستشفيات بإخلاء المرضى أو إخلاء من يلجأ إليها من المدنيين، يعتبر هذا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. توجه بتحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني العظيم الذي يواجه هذا العدوان الغاشم والحرب غير المسبوقة على قطاع غزة، وخالص التعازي إلى فلسطين في ضحاياها الأبرياء، وخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قمة القاهرة للسلام 2023، والتي شهدت مشاركة دولية واسعة لوقف التصعيد وتحقيق السلام اتساقا مع المبادئ الدولية والإنسانية.